بدر على منهج ردجا فالقلب لفقدك ينزعج يا بدر على منهج ردجا فالقلب لفقدك ينزعج لا أعاتب قلبا مهما كان صالحا هو بشر. نعم أنا لماذا يعني أنكر إلى درجة يعني الغضب في بعض الأحيان ممن يقومون لي عندما أدخل المسجد؟ طيب. أولا لأنه هذا مسجد بيت الله وليس بيتي، فمن سوء الأدب مع الله عز وجل ونحن في بيت الله عز وجل أن نقوم لغير إقامة الصلاة. زيد من الناس إذا فات ما بصير هذا الشيء، وهذه بدعة سارية ينبغي أن نحاربها. هذا سبب. سبب ثاني، لما بيفز 2-3-4 بينعدوا الثاني، النهار الثاني بصيروا 10 اللي بصف، بعدين النهار الثاني بصيروا 30، بعدين كلهم بصيروا بيفزوا. هذا ما يقول. هذا السبب الثاني. صار يدمر الإنسان مع تدميره للأرض. ما شاء الله. الله هنا سيدنا في كرسي سيدي، سيأتون بكرسي سيدي، سيأتون بكرسي، ما يكون سيدي، ما يكون سيدي، ما يكون سيدي، حاشا نروح نخلينا. لا يكون أبدا. على هذا الحمد لله، وقد أكرمنا الله عز وجل ونحن في هذا الدرس بحضور علم من أعلام الأمة وجبل من جبالها الراسخة الراسية، سيدي وأستاذي وشيخي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى وأمد الأمة في عمره مع العافية الكاملة وأمتعنا به. والحديث عن مهمة الإنسان في الأرض، وفيما بقي من وقت هذا الدرس ألتمس من سيدي وأستاذي وشيخي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله أن يتوج هذا الدرس بكلمات يختم بها هذا الدرس. حفظكم الله سيدي، لن تخيبونا في هذا الطلب. تفضلوا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفني بهذا اللقاء، وبعد، فقد جئت لأستفيد ولأستمع ولأنصت إلى من أثق بعلمه وإخلاصه وتقواه، ولذلك فلن أتحول عن النية التي دفعتني إلى الوجود في هذا المكان، وأرجو أن يواصل شيخنا وأستاذنا الجليل الذي أكرمه الله عز وجل شامنا بحضوره وتشريفه، أرجو أن يتابع. أنا جئت لأستفيد والله شاهد على ما أقول. السلام.